بيقولوا اعرف برجك من تاريخ ميلادك، وبيقولوا اعرف توقعات السنة الجديدة 2021، وكمان بيقولوا اعرف مين اكثر الابراج شهرة ومين اكثر الابراج حظا. وكمان بيقولوا يا رضوى كذب المنجمون ولو صدفوا، وافكارك تجد اقدارك، وكمان بيقولوا تفائلوا بالخير تجدوه. القول الحق والثابت فوق كل قول، وأن إرادة الله تأتي فوق كل توقع، وأمره نافذ مهما بلغت توقعاتنا. صباح الخير أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج بيقولوا. هكون معاكم أنا أحمد وافي كل يوم أربع الساعة 11:30 الصبح ولمدة نص ساعة. في البداية أحب أرحب بزميلاتي في الاستوديو. صباح الخير يا مرو. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا صباح الخير يا رضوى، وصباح الخير يا وافي. وعايزه ابدا كده قبل ما نبدا موضوع حلقتنا ان انا احكي قصه. وبنت بعتت لنا وبتقول ان هي كانت مهتمه جدا بالقراءه والاطلاع، وكمان من ضمن اهتماماتها كان الفلك وعلم الابراج، بس بتقول ان الموضوع وسع معاها قوي وبدات ان كل حاجه في حياتها تندرج تحت المحور بتاع الابراج. وبقت بتقول ان كل ما يجي لها عريس او كل ما تبقى مرتاحه لحد وتقعد معاه وتبدا ان هي تقول خلاص هو ده اللي انا هتجوزه، تساله السؤال المعتاد، وهو ايه برجك، او برجك متوافق مع برجي ولا لا. ومجرد ما بتلاقي ان فعلا برجه مش متوافق معاها بترفضه، حتى لو كان الشخص ده كويس او هي كانت مرتاحه له. وكمان بتقول ان هي كان بيبقى ليها صحاب وبترتاح معاهم وبتقعد مع ناس وبتبقى كويسه جدا معاهم، بس مجرد ما بتسالهم عن ابراجهم ويطلعوا مش متوافقين او ما ينفعوش يبقوا صحاب على حسب علم الابراج، بتضطر ان هي تبعد عنهم خالص وما بتكملش اصلا صحوبيتها معاهم. وبتقول ان الموضوع كبر معاها قوي لدرجه ان هي بقت عايزه تخلف شهر معين او تحمل في شهر معين علشان تخلف ابنها يكون متوافق معاها. طيب بعد كده حست ان فعلا اهلها بقوا بيعاملوها على انها مجنونه بالموضوع ده، وصحابها بداوا يبعدوا عنها، فقررت ان هي لازم وضروري ان هي توقف الحوار ده، وفعلا وقفت. ودلوقتي السؤال اللي بيجي في دماغها هو فعلا انا كنت بخالف اراده ربنا وضيعت فرص كتير قوي مني، زي شغل، زي عريس، زي صحاب، ولا الموضوع ده علم وانا لازم كنت امشي وراه وانا كنت صح. البنت فعلا كانت متضايقه جدا من الموضوع ده، وهي بتقول ان هي خلاص خلصت كل الموضوع ده وما بقتش بتؤمن بيه خالص، بس فعلا لسه الموضوع شاغلها. طب هل فعلا الايمان بالابراج او التصديق في الابراج ده حاجه صح ولا غلط؟ يعني انا قبل ما ابدا اي حاجه في حياتي افتح الجرنان اشوف برجي بيقول ايه النهارده، والله جاي لك فلوس قريب، جاي لك حظ سعيد قريب، هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده منطقي؟ ما هو ده يا وافي اللي برضه بيخلينا ان احنا نقول هل الايمان والتصديق بالتوقعات والتوقعات علماء الفلك والحاجات اللي بتحصل كل اول سنه ده فعلا هنصدقه؟ هل ده فعلا امر مقبول؟ خلينا ناخده على حته، على صعيد ان هو امر صح، ولا ناخده على صعيد ان هو مقبول ولا لا. في البدايه خلينا نقول ايه هو اصلا علم الفلك وايه هو علم الابراج وايه هي الابراج اصلا. في البداية علم الفلك وعلم علم الأبراج كانوا مرتبطين مع بعض وبيشتركوا في بعض الأساسيات العلمية القديمة، ولكنهم أخذوا بالانفصال عن بعضهم البعض في أواخر القرن ال17. طيب خلينا نشوف إيه هو علم الفلك. علم الفلك هو اللي كان بيهتم بالفضاء والكون والأجرام السماوية، أما علم الأبراج فهو كان بيهتم بتأثير الأجرام السماوية على الأشخاص وحياتهم وعلى طبيعة شخصيتهم. في البداية خلينا برضو نقول إن زي ما احنا قلنا إن هما كان ليهم علاقة ببعض إلا إنهم أخذوا في الانفصال. هو دلوقتي تأثير الأبراج على الأشخاص، هل ده عن طريق الأجرام السماوية بس، ولا هل في حاجات تانية ممكن تأثر على الأبراج أو الأشخاص، زي مثلا البيئة، زي التربية، زي الحاجات دي؟ وأكيد كل حاجة ممكن تأثر على الأبراج، أو زي ما بنقول يعني في علم الأبراج والفلك إن كل حاجة عموما زي المد والجزر، يقولوا البحر لو كده يبقى الشخص اللي هو المائي. ما فيش حاجة بتأثر على الأبراج، هو الأبراج بتأثر على شخصية الإنسان. إحنا بنتكلم على تأثير التربية على الشخصية دي. لو مثلا قلنا إن في مجموعة من برج العقرب أو برج أيا كان النوع البرج، هل كلهم بيشتركوا في نفس الصفات؟
لان طبعا التربيه مختلفه، في ناس بتتربى تربيه منفتحه، في ناس بتتربى تربيه منغلقه، فهل هيبقى عندهم نفس الصفات في الشخصيه؟ ممكن يكون عندهم صفات، بس زي ما بنقول كده اللي هي الصفات اللي موجوده في معظمنا اصلا، فهم لما بيحسوا ان هم كلهم متشابهين في صفه فبيقولوا ده بسبب البرج بتاعنا، فممكن يكون ده السبب اللي بيخلينا كلنا متشابهين اصلا. مش ممكن يكون انا برجي غير برج رضوى مثلا ونبقى احنا اتنين متشابهين في صفات معينه. بس خلينا نتفق برضو ان موضوع الابراج هو ملوش اساس علمي او ملوش منطق نقدر نحط نقدر نقيسه ونقدر يكون ليه ادوات قياس، فهي دي اللي تخلينا نقول ان احنا ما نقدرش نجزم حرفيا ان انت برجك كذا فانت طبعك الشخصي هيبقى كذا وكذا وكذا، فهو ده اللي احنا ما نقدرش. ما هي برضو التربيه بتاثر على الطباع الشخصيه، ده اللي انا عايز اوصل له. هل المجموعه من الاشخاص اللي اتولدت بتاريخ معين اللي محطوطين في ظروف مختلفه هل بيبقى ليهم نفس الصفات الشخصيه من ناحيه مثلا ان هو رومانسي او عاطفي او ايا كانت الصفه؟ اكيد لا. طيب يبقى معنى كده ان ده علم مش مبني على دراسه صحيحه. بالظبط. طيب وليه ما تقولوش ان هو علم اصلا كان علم في الاول ومبني على دراسه صحيحه مثلا، بس الناس اللي حرفته؟ يعني دلوقتي في ناس بقت دماغها اللي هي تشتغل في الموضوع ده ويبداوا ان هم يتكلموا فيه ويقولوا احنا بنفهم في علم الفلك وتعالوا بقى اما نقول لكم هيحصل لكم ايه، ويبداوا يبنوا على توقعات هتحصل اصلا، فهم خدوه زي هوايه. ممكن يكونوا اخدوه، في ناس بعض الناس اخدوه هوايه وبعض الناس اخدوه كنوع من الممارسه باحترافيه، بس برضو ما نقدرش نقول هنا ان هم اخدوه بشكل جدي لان ما فيش فيه امكانيه للقياس وادوات للقياس ان انا اقدر اقول بيها ان انا ماشيه صح او ان برج الفلاني هو ليه سمات شخصيه 1 2 3 فهتمشي على الناس كلها. فهي دي الفكره كلها، ان احنا ما نقدرش ان انا برضو ارجع واقول لك ان كل برج زي ما هم زي ما هي ما متقسمه في علم الابراج، ما نقدرش نقول ان هي بالظبط هي وطبيعتها زي ما انت قلت ان البيئه والتربيه والنشاه وظروف الوالدين والتعليم والثقافه كل ده بيأثر. طيب الناس اللي بتقعد كل يوم الصبح تمسك ورقه وقلم وتقول لك انا هكتب لك حظك اليوم، بيجيبوا الكلام ده بناء على ايه؟ النهارده انت هتنتظر حادث سعيد. طب هو عرف منين؟ يعني ممكن الناس توقف حياتها كلها على ان هي مستنيه الحادث السعيد اللي هيحصل لها، بس انا فعلا مش عارفه ايه ليه؟ يعني وهل هما بيجيبوا الكلام ده فعلا على اساس الدراسه والعلم ويفتحوا كتب وبيشوفوها، ولا ده بيطلع كده معاهم زي حاجات زي الفكاهه مثلا؟ طب ما حصلش معاكي قبل كده يا منى حاجه زي كده؟ لا انا بيحصل معايا على فكره كتير وبفتح وبحس ان انا عايزه اشوف الموضوع ده، بس من باب الفضول اللي هو انا عايزه اشوف ايه اللي بيحصل. طب ويوم عيد ميلادك بقى بالذات بتحبي تشوفي؟ انا بحب اشوف جدا بقى يوم عيد ميلادي جدا. يععني تقريبا معظمنا لازم نشوف يومها بقى. اسال ماما هو انا اتولدت امتى والساعه كام بالظبط؟ طب انا هسالك سؤال، بما انك بتقولي انا بفتح الجرنان وببص وبشوف، طب انت لو مثلا فتحتي الجورنال النهارده قال لك ان في حاجه وحشه هتحصل، يومك بيبقى عامل ازاي؟ هو اوريدي اليوم بيتغير على حسب اللي انت بتقراه، يعني حتى لو حد جه قال لك انت شكلك وحش النهارده وانت متاكد ان انت شكلك حلو، انت بتتاثر اصلا بالجمله، بس مش معنى كده ان انا مثلا قال لي هيحصل لك حاجه وحشه فاقعد بقى في البيت واقفل على نفسي وما انزلش، لا اكيد بتاثر وبفضل افكر كده، طب هو هل هيحصل لي فعلا حاجه وحشه ولا لا؟ خلي بالك في ناس عندها هوس في الموضوع ده وهي بتربط يومها او بتعمل يومها او بترتب يومها على اللي هي هتقراه في الجرنان كل يوم. بالزبط. سواء بقى كان جرنان عن الابراج او الفنجال او زي ما بيقولوا قرايه الطالع، ففي ناس عندها باختلاف الثقافه باختلاف التعليم باختلاف العادات عندهم هوس بالكلام ده. فعلا دي حقيقة. لنا على اعتاب سنه جديده يا وافي، بنلاقي دلوقتي 2021 بنلاقي سيل من التوقعات سواء مهنيه او عاطفيه حتى لو صحيه، بنلاقي توقعات. الفكره ان الناس بتقعد تستنى بقى، يعني انا هقعد دلوقتي طبعا هتفرج علشان اشوف بقى انا هيبقى حظي عامل ازاي بقى في 21 وفي السنه الجديده، طب ايه الشهر اللي هيبقى كويس معايا في الشغل والفلوس والكلام. بس خليني اقول لك زي ما في طيب ناس فعلا مهتمه بالابراج جدا، في ناس برضو ما بتهتمش بيها تماما. طبعا فعلا. طيب خلينا نتكلم اكتر بعد الفاصل، هنطلع فاصل ونرجع نكلم نكمل حلقتنا عن الابراج.
ورجعنا بعد الفاصل لسه مكملين حلقتنا في موضوع الأبراج والتوقعات، وبنقول إيه يا ترى التصديق؟ هل تؤمن بالتصديق والإيمان بالتوقعات في السنة الجديدة أو على مدار السنة عموما؟ خلينا في البداية نعرف إيه هي الفرق ما بين علم الفلك وعلم الأبراج والأبراج عموما. قلنا ما قبل الفاصل إن علم الفلك والأبراج كانوا بيشترك في بعض الأسس العلمية قديما، إلا أنهم أخذوا بالانفصال عن بعضهم البعض وأصبح كل منهما علم منفصل في أواخر القرن ال17. وقلنا برضو أن علم الفلك عبارة عن كان بيهتم بالفضاء والكون الخارجي والأجرام السماوية، بس علم الأبراج بيهتم بتأثير الأجرام السماوية على الأشخاص وطبيعة شخصيتهم. وده برضو كان بنقول ان هو كان معروف ان هو على اساس علمي نوعا ما، بس بعد كده بدا ان هو احنا نقول كلمه اساس علمي ليها بعض الاسس. عشان كده بنقول برضو ان علم الابراج هو طبيعه مخططات فلكيه بتوضح موقع الشمس والقمر والكواكب وتاثيرها على طبيعه الشخص وطبيعه الفرد ومجريات الاحداث عموما. خلينا برضو نقول ان ملوش اساس علمي الا اذا كان مدروس وإلا إذا كان ليه إمكانية قياس وأدوات قياس. عايزين نعرف إيه الأسباب اللي بتخلي الناس تهتم بالأبراج. أول حاجة إن أنا أعرف شخصيتي أو أعرف طبيعتي أو أعرف نفسي، فبجري على الأبراج عشان أعرف صفات كل برج. أنا البرج بتاعي كذا، فمواصفاتي 1 2 3 وبؤمن بالمواصفات دي وبتعامل على أساسها. لو البرج بتاعي بيقول إن أنا شخص اللي هو مثلا عصبي، فهتلاقيني على طول بتصرف بعصبية. لو البرج بتاعي بيقول ان انا شخص طيب، فهتلاقيني طيب مع الناس. الحاجة التانية او النقطة التانية ان الناس عندها هوس ان هي تعرف كمان مش نفسها وبس، تعرف كمان الشخص اللي قدامها. يعني انا ببني طريقتي او ببني تعاملاتي مع الناس عن طريق الابراج. لما انا دلوقتي اشوف البرج بتاعك يا منى مثلا ان هو بيقول ان انت طيبه وان انت رومانسيه وان انت عاطفيه، فابدا اتعامل معاكي بالمستوى ده. تالت نقطه اللي هو ان انا اقرا او اعرف المستقبل. اجي اشوف والله البرج بتاعي بيقول لي اللي هو زي ما الناس بتفتح الجرنان وتبدا تشوف النهارده يومي هيبقى ماشي كذا، او الناس اللي بتقعد تستنى اخر كل سنه عشان تسمع الحلقات وتشوف سين او صاد او عين من الناس ان السنه دي والله ان شاء الله سنه سعيده على الكل، هيبقى فيه وفره في المال مش عارف لبرج العقرب ومش عارف مين هيبقى فيه كذا. فالموضوع طبعا كبير، بس خلينا نقول ان الناس عموما بتنقسم لشقين، يعني مش دايما كل الناس بتصدق او مش دايما كل الناس ما بتصدقش. الشق الاول من الناس دول هم معتقدين ان ده شيء منطقي، وان انا ببني حياتي وتعاملاتي كلها مع الناس زي ما وفي قال ان كل حاجه ببنيها على اساس ده، وييجوا في الاخر يقولوا ده علم، يعني انا بتعامل معاه لانه علم. مش انتوا بتقولوا لازم نتثقف ولازم نعرف كل العلوم؟ بس هنرجع ونقول ان كل علم في حاجه اكبر منه. احنا مش هنقدر ان احنا نقول ان التنبؤات دي صح غير لو احنا عندنا معطيات عموما. يعني انا اقدر اقول مثلا ان الشركه دي هتفلس كمان سنه، انا مش بنجم، انا شفت الاحصائيات بتاعتها وشفت ان هي مثلا الناس اللي فيها ما بيشتغلوش كويس، الانتاج بتاعها ضعيف، او راس المال مش حلو، يعني مش كويس ان هو يكمل في الشركه دي. بمناسبه المعطيات، في عالم نفس اسمه بورترام فرام عمل تجربه على مجموعه من الاشخاص، خدهم وقال لهم احنا هنعمل تجربه بسيطه، بس خد منهم بعض المعلومات زي تاريخ الميلاد، زي الصفات الشخصيه، زي بعض المعلومات، وبعد كده قال لهم ان نتيجه التحليل ده او نتيجه التقرير ده هتيجي بناء على المعطيات اللي انتوا اديتوها لنا. بس هم ما يعرفوش ان النتيجه اللي طلعت كانت واحده للناس كلها مع اختلاف المعلومات والمعطيات اللي هم خدوها. لكن الناس لما قرت التقرير وبعد قرت سوري النتيجه وبعد ما طلعت التقرير لقوا ان معظم الناس مرتاحه للنتيجه اللي طلعت، مع ان الكلام اللي كان مكتوب كلام عام وفضفاض اللي هو ممكن ينطبق على اي حد. اللي هو مثلا انت ان شاء الله حياتك اللي جايه تبقى سعيده، طب ما هو ممكن تبقى للناس كلها فعلا. بس فانت ان شاء الله هيجي لك فلوس قريب،
هو الموضوع كله هيبقى للناس كلها. مظبوط. انا ممكن يجي لي فلوس قريب بالزبط. عادي وانا ما اكونش نفس البرج اصلا يعني بالزبط. ممكن يجي لنا احنا الاثنين فلوس واحنا ما نكونش نفس البرج. فهي فعلا كذب المنجمون ولو صادفوا. فعلا كذب المنجمون ولو صادفوا. وحتى لو التنبؤات دي صح فانا بحط 1000 او 10000 تنبؤ وبيحصل منهم 100 فطبيعي ان هو يحصل منهم 100 ما انا جبت كل الاحتمالات انا جبت كل حاجه. وفعلا يعني انا ممكن اتكلم واقول مثلا انت متضايقه او انت مثلا تيجي تقولي انا عندي مشكله مع جوزي او انا مش قادره ان انا استحمل فانا اجي اقول لك على فكره انت ممكن تنفصلوا الفتره اللي جايه هتطلقي هتنفصلوا خلاص فتنفصلوا فتيجي تقولي انت فعلا كان عندك حق فانا بقى خلاص بعمل فيها بقى ان انا بفهم في كل حاجه. هي هيأت لنفسها وخلاص انا بنيت على ان هي عندها مشاكل فطبيعي ان هي هتسيب المشكله دي او مثلا الشغل او اي حاجه عموما خطيبها مش متوافق معاها مش بيتفاهموا كل ده انا ممكن ان انا اركبه واقول ان ده هيحصل لك كذا او ممكن برضو اقول لحاجه معظمنا بيحصل لنا ان انت زعلانه انت شكلك زعلان انت في حاجه مضايقاكي فانا اقول هي عرفت ازاي اكيد فعلا انا في حاجه مضايقاني انا باين علي انا بالزبط. اصلا بجيبها وقاعده واقول لها عشان انا اصلا متضايقه. انت عارفه كلامك ده كمان بيخلينا نروح لنقطه ان افكارك تجذب اقدارك ان الفكره اللي انت بتؤمن بيها هي اللي بتتحقق او بتمشي معاك لان الانسان بيبقى عامل زي بيبعت ترددات بتجذب الافكار لي او بتجذب الاقدار لي. يعني انا لو كل تفكيري تفكير سيء هجذب كل حاجه وحشه ليا لكن لو تفكيري تفكير خير هجذب كل حاجه خير وزي ما قالوا تفائلوا بالخير تجدوه. وبالظبط كده لان الفكر بتاعنا بيبقى عباره عن بذره انا اللي بزرعها وانا اللي بقول هي هتبقى ايه. يعني انا لو فضلت متشائمه طول العمر انا مش ناجحه في حاجه انا هفضل طول عمري مش ناجحه في اي حاجه خالص انا فاشله انا هسقط انا خلاص مش هكمل. فطبيعي ان انا مش هعمل مجهود اللي يخليني اصلا انجح او يخليني ابقى كويسه في الشغل ده او يخليني ابقى مناسبه مثلا مع الشخص ده. انا ما عملتش اللي يخليني ابقى كويسه علشان يعني انا فكرت في كده. يعني هي كلها تعتبر افتراضات. بالظبط افتراضات وتوقعات. خليني برضه اقول لك مثلا عن التنبؤ بخصوص الطقس. يعني احنا احيانا اوقات كتيره جدا بنبقى عارفين ان احنا تاني يوم او تالت يوم ان الطقس هيبقى سيء جدا جدا وبنلاقي بعد كده ان الجو مشمس. طيب خلينا نتكلم عن قانون الجذب. تمام. بصي يا وافي قانون الجذب هي فكره كلها انت بتفكر في ايه وبتفكر ازاي بتفكر بطريقه ايجابيه ولا بتفكر بطريقه سلبيه. طبعا كل ما بتفكر بطريقه ايجابيه كل ما بتجذب ليك كل خير وكل حاجه حلوه من الكون وكل ما بتفكر بطريقه سيئه وان انا هيحصل لي كذا انا هفشل في بكره في الانترفيو بتاعي انا مش هسوق عندي امتحان سواقه انا هسقط في امتحان السواقه انا مش عارف هعمل بكره ايه. زي ما انا بمسك مثلا اي طفل واقول له انت فاشل انت فاشل انت فاشل فهي خلاص بتتحط في دماغه اللاوعي عندك اللاوعي عندك بيركز ده طول الليل بيفضل مثابت ان انا مش هقدر اكمل في الموضوع ده. حتى لو انا متوتره من حاجه انا هفضل متوتره منها فمش هنجح فيها او لو انا معتقده ان انا مثلا مش هبقى كويسه انا فاشله انا خلاص انا مفيش حل انا مفيش حل فيا وانا هفضل كده. لا طبعا. طب ما انا بدي ايحاء لنفسي ولتفكيري ان انا كده فهاجي مثلا في الشغل. تمام زي ما انت قلتي لو رايح انترفيو مثلا انا قلقانه وحاسه ان انا مش احسن حد هما مش هيقبلوني هو مش هيبقى تمام يعني كل حاجه مش تبقى كويسه. طب ما انا هروح هبقى متوتره مش هعرف ان انا ادي اي حاجه او مش هعرف حتى ان انا اقول لهم اي حاجه. بس يعني الفكره في كده ان زي ما الدكتور ابراهيم قال لنا ان ذكر امثله كتير قوي زي ان التفاح مثلا لما يتعصر مش هيدينا عنب. طيب. وكل ده عايزين نقوله بعد ما نفهم الاقاويل دي هو كان قصده بيها ايه. لكن هنروح فاصل ونرجع لكم مره تانية. الإنسان
الإنسان يعطي ما بدخله، وده اللي كان الدكتور عايز يوصله لنا من المسج بتاعة الأمثلة اللي احنا قلناها. ملفات العقل دايما نقية، دايما كويسة، لكن اللي احنا بنفكر فيه أو التفكير عموما هو ده اللي بيخلي الملفات يا سلبية أو إيجابية. وكل ده طبعا احنا عارفينه ومؤمنين بيه، ان كل متوقع آت. بالضبط، كل متوقع آت، كل حاجة احنا متوقعينها هي اللي بتبقى موجودة. الموضوع ده أثر مع ناس كتير قوي، ونأثر فينا كتير قوي، وخلانا بنبني حياتنا فعلا على الأساس ده، وكلنا طبعا عارفين الموضوع ده. طيب، بمناسبة كل متوقع آت، في قصة جميلة جدا كلنا طبعا عارفينها وكلنا بنحبها، هي قصة سيدنا يوسف. قصة سيدنا يوسف الجزء اللي هو إخواته لما رموه في البير، وبعد كده خدوا هدومه ورجعوها لوالده، قالوا له إن هو وكانت مليانة دم، وإن هو كلوا الذئب كلوا. طبعا والده ما صدقش الكلام ده كله، وقال إن هو منتظر فرج ربنا، ومنتظر إن هو يوسف يرجع. وبعد كده طبعا سيدنا يوسف رجع ورد بصر سيدنا يعقوب ليه. بالضبط يا وفي، قصة سيدنا يوسف هي تعتبر مثال ذكر القرآن، ومثال مستمر طول حياتنا عن اليقين بالله، واليقين بحسن الظن بالله بأنه سيستجيب. فبالتالي فالكون عبارة عن سيمفونية إبداعية، الكون عبارة عن سيمفونية إبداعية، والإنسان عازف رئيسي في هذه السيمفونية من خلال أفكاره ومن خلال نواياه. وعلى نياتكم ترزقون. وبرغم ده برضو خلينا نقول إن من يحسن الظن بالله يستجيب الله بهذا الحسن، فليظن بي ما يشاء. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. لو أنا ظنيت بربنا خير هلاقي الخير. مظبوط. وفعلا إحنا لو عايزين حاجة نغير العالم زي ما إحنا بنقول، أو لو عايزين نغير الدنيا زي ما إحنا بنقول، فإحنا لازم نغير نفسنا الأول. ما نبقاش مثلا لو إحنا مش عايزين نشوف حاجة سيئة إن إحنا أصلا بنعملها، فالمفروض ان احنا ما نعملهاش عشان نغير من الدنيا دي زي ما احنا بنقول. بس يعني الموضوع ليه بحور واسعه جدا. تمام، خلينا نقول يا منى ان نتيقن تمام اليقين ان اراده الله فوق كل شيء، ولا يحدث شيء الا باذن الله وباراده الله. فنظن بان رب الخير لا يجلب الا الخير. دمتم في رعايه الله. خلصت حلقتنا، الى اللقاء.